إذا تبي تنزل فيديو، تبي تأخذ الصوت من هذا الفيديو، تبي تقطع الصوت، تبي تخلي صوت نغمة تليفونك، تبي ترسل هذا الفيديو بعد ما نزلته إلى السناب شات أو إلى التيك توك، أو مميزات وأشياء وأفكار كثيرة حلوة كلها بهذا التطبيق اللي راح ألمك عليه بهذا الفيديو. بس بالبداية ركز وياي عدل وافتح مخك، وإذا أنت مو متابعني تابعني وحط لايك وانشر هذا المقطع، ويلا تعال معي خلني أعلمك على هذا التطبيق. ركز وياي، راح احط لك صوره التطبيق واسم التطبيق اخر الفيديو، بس شوفه للاخر الله يرضى عليك. هذه واجهه التطبيق، نحط الرابط اللي نبي ننزله من اي مكان من اي منصه. مثلا انا بنزل هذا الفيديو من اليوتيوب، راح يعطيني بكذا جوده وراح يعطيني بالصوت. اذا تبي تنزله بصوت او اي جوده انت تبيها، تقدر انت تنزل الملف اللي انت تبيه. مثلا انا ابي هذه الجوده، على طول راح القاه عندي هنا بالخانه الثانيه قاعد ينزل الفيديو. بعد ما راح ينزل ويكمل عندك، راح تدش على هذا المكان الخانه الثالثه، راح تلقاه موجود عندك. دوس على ثلاث نقاط هذه واعطاك الخيارات الكثيره. تبي تفتحها باستخدام، يعطيك عده برامج. تبي تثبته، تبي تغير الاسم مثلا، او اذا تبي تنقل الملف، او تبي تسوي له نسخه، تبي تضغطه، تبي تحفظه كاميرا الفيديو، تبي ترسله مشاركه تحويل الى نغمه الجوال، وتقدر ترسله لسناب على طول، وتقدر ترسله للتيك توك، وتقدر تعدل على الفيديو، تقطع الفيديو، ازاله الموسيقى وازاله الصوت البشري، هذا تصغير حجم الفيديو، تدوير الفيديو، تغيير سرعه الفيديو، تحميل الصوت، كتم الصوت، كتابه على الفيديو، تحويل الى جي اف الفيديو، قطع حدود الفيديو. مميزات وايد رهيبه بهذا التطبيق اللي يحل لكم كل هذه المشاكل. هذا هو اسم التطبيق، إدارة الملفات، موجود على أبل ستور، مجاني التطبيق. وانتوا الحين يا أهل الأندرويد تستخدمون أندرويد، اكتبوا لي بالتعليقات إذا هذا التطبيق موجود بجوجل بلاي ولا لا.